السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد، حيث نبحث في حلقة اليوم موضوع العقيدة وأثرها في الفرد والمجتمع. للحديث في هذا الموضوع ينضم إلي عبر سكايب من مكة المكرمة الدكتور محمد السعيدي، أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى. مرحبا وأهلا وسهلا بكم دكتور محمد. أهلا وسهلا بك. ربما من البداية كاستهلالية للحلقة أن نوضح للسادة المشاهدين مفهوم العقيدة. ما العقيدة التي ينبغي أن يتصورها أو أن يعقد عليها إيمانه المسلم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. ثم أبادر بالسلام عليكم أولا، ثم على أحبائنا المشاهدين في كل مكان. وفيما يتعلق بسؤالك عن العقيدة ومكوناتها وما ينبغي أن يعقد العبد قلبه عليه، فبعيدا عن الحديث الأكاديمي في الكلام عن العقيدة لغة واصطلاحا، أقول إنك وصلت في حديثك أو في كلامك إلى التعريف الصحيح الذي ينبغي أن يتقبله أو الذي يفهمه كل مسلم أيا كان عاميا أو متعلما، وهو أن العقيدة هو ما ينعقد عليه قلب المؤمن مما يكون له أثر في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى، وفي علاقته في تصوراته لهذا الكون والحياة، وعلاقته بالإنسان وأخيه الإنسان، وعلاقته بمقدرات الحياة، كلها تصورها أو تقربها هذه العقيدة، وتتلخص هذه العقيدة فيما بينه الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالغيب، كما قال تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب الذي غيبه الله سبحانه وتعالى عنا ولا نعرفه إلا من خلال ما جاءنا عن الله سبحانه وتعالى، جزء عظيم جدا، بل ربما نقول هو الجزء الأعظم من عقيدة المسلم. ثم تأتي بعده أركان الإيمان التي هي أيضا داخلة في العقيدة أو داخلة في عالم الغيب، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والتي ذكرت خمسة منها الآية في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه مجمل أو ملخص هذه العقيدة. يتفرع عن هذا الملخص عدد من الأحكام الفقهية التي تنشأ عن إيمان العبد بهذه المعتقدات، إيمان العبد بأركان الإيمان وإيمانه أيضا بعالم الغيب الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به، ومن ضمن عالم الغيب عالم الملائكة وعالم الجن والقبر وعذاب القبر واليوم الآخر والجنة والنار، كلها من عالم الغيب الذي ينبغي علينا أن نؤمن به ونعقد عليه القلوب، ويكون له أيضا وكل ذلك كل عالم الغيب الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به، حينما نعقد القلوب على الإيمان به فإنه يكون له أثر في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، وفي علاقتنا مع مقدرات هذا الكون ومن فيه من بشر ومن حيوانات ومن سائر المخلوقات. نعم دكتور محمد، ربما ينشأ عند الناس عند المسلمين لبس في تمييز المصطلحات، فمثلا العقيدة والإيمان وما ينشأ من تداخل بينهما والتوحيد، هل ثمة إمكانية للتفريق بين هذه المصطلحات إزالة لأي لبس قد ينشأ عند الناس؟ الناس ليسوا مطالبين بمثل هذه المصطلحات. هذه المصطلحات نشأت حينما بدأت العلوم تدون، وبدأت الفرق تظهر في العالم الإسلامي، وبدأ تفريق العلوم أيضا، وأصبح هناك تفريق بين علم الحديث وعلم الفقه وعلوم التوحيد وعلوم الكلام. هذه المصطلحات بدأت تظهر. المسلم ليس ملزما
هذه المصطلحات ولا بالتفريق بينها. المسلم ملزم بمعرفة المصطلحات الشرعية، وأعظم المصطلحات الشرعية مصطلح العبادة العبودية لله سبحانه وتعالى ومصطلح الإيمان، هما المصطلحان المذكوران في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذان المصطلحان هما اللذان ينبغي على المؤمن والمسلم أن يعرفهما ويعرف مدلولاتهما ويعرف ما ينبغي له ما ينبغي عليه من خلال هذه المعرفة بهما. أما قضايا التفريق في قضية العقيدة أو علم الكلام أو كذا، هذه ليست من طبعا دكتور محمد، الهدف من السؤال هو يعني ليس الاختصاص من قبل المشاهدين، وإنما ما يسمعونه ويشاهدونه من هذه المصطلحات بشكل شبه يومي حتى يتميز عندهم العقيدة من الإيمان من التوحيد. لكن مع ذلك دعني أسألك، من أين تستقى عقيدة المسلم دكتور محمد؟ عقيدة المسلم التي تميز بين المسلم وبين غيره هي لا تستقى إلا من المتواتر القطعي الثبوت عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أركان الإيمان. فلا تؤخذ مثلا أركان الإيمان إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم المتواترة. وهناك ما يسمى بفروع العقيدة، وفروع العقيدة هي تفاصيل في الصفات وتفاصيل في عذاب القبر وتفاصيل في أحداث اليوم الآخر، هذه يمكن أن تؤخذ من أخبار الآحاد. أما غيرها أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة الصحة، أما أصول الإيمان فلا تؤخذ إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلاقة سنة رسول الله المتواترة، فعلاقة الإنسان بالله، علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية الاتباع، مفهوم اليوم الآخر، الكتب، الرسل، هؤلاء كلهم لا نأخذهم إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله المتواترة، لأن هذه قطعية ويلزم أن يكون الإيمان بها قطعيا، ولا يثبت القطع إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. عن ماذا عن أركان الإيمان الدكتور محمد؟ يعني هل ثمة علاقة بين أركان الإيمان الستة وبين العقيدة؟ نعم، أنا قلت قبل قليل إن أركان الإيمان هي أعظم مكونات العقيدة. أعظم مكونات العقيدة هي أركان الإيمان، وهي ثابتة كما قلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكرت الآية وأعيدها الآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه والقدر ذكر في آيات أخر عدة مرات، وفي أحاديث أيضا متواترة ذكر القدر وذكر إن الله على كل شيء قدير. فهذه الأمور الستة هي لب عقيدة المسلم. فمثلا لا يمكن أن تعطى الرسالة أو يعطى التشريع إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يدعي أو أن يقبل المسلم أن يكون التشريع من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التشريع أو الإيمان بالرسول هو أحد أركان أو ثاني أركان الإيمان، وأركان الإيمان لا تثبت إلا بقطعي. فلا يمكن أن نعطي حق التشريع لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر. فمن يتحدث عن أئمة معصومين أو يتحدث عن غيرهم فليس ذلك موجودا في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله. كذلك من يتحدث أن هناك من يخاطب الله سبحانه وتعالى مباشرة وأنه يأتيه شيء من التشريع، أو من يدعي أن المنامات تأتي بشيء من التشريع أو يمكن أخذ التشريع من منامات الأولياء والصالحين، فذلك يرد عليه، لأننا لا نجد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى القطعية الثبوت القطعي الدلالة، ولا نجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا المتواترة ولا الأحادية الصحيحة. نعم نعم. كيف يتلقى المسلم عقيدته؟ درجات هذا التلقي دكتور؟ نعم، بالنسبة لعقيدة الإنسان، عقيدة المسلم التي تفرق بين المسلم وغير المسلم، وهي أركان الإيمان الستة كما قلنا قبل قليل، هذه العقيدة لا يتلقاها إلا عن كتاب الله سبحانه وتعالى،
لا يتلقاها إلا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه يجب أن يكون المؤمن قاطع العلم، قاطع المعرفة، قاطع اليقين بها، ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفته بكتاب الله سبحانه وتعالى، معرفته بهذه الأمور من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم هذه المعرفة من كتاب الله سبحانه وتعالى تصل إلى العبد عن طريق تربيته، تربيته الأسرية، تربيته المجتمعية. فالإنسان إذا عاش في أسرة مؤمنة بكتاب الله سبحانه وتعالى، مؤمنة بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الإيمان ينتقل إلى العبد مباشرة. ولذلك يحكم بإسلام من ولد بين أبوين مسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، أي يولد على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وبالتالي أيضا نفهم من هذا الحديث بمفهوم الموافقة أن هذه الفطرة وهي فطرة الإسلام ستستمر مع العبد حينما يرزق بتربية صالحة، تربية أبوية ترشده إلى هذه العقيدة وإلى الإيمان بكتاب الله تعالى والإيمان بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بأركان الإيمان الأخرى. إذن من لم يتربى تربية إيمانية أو لم يرزق بأن يعيش بين أبوين مسلمين، فهؤلاء يتلقون العقيدة عن طريق الدعوة، وهؤلاء هم من أعظم واجبات المسلمين، إيصال الدعوة إلى الإسلام إلى غير المسلمين. دكتور محمد لو أذنت لي في المقاطعة، يعني حتى في من يعيش وسط أبوين مسلمين، هل يصح في العقيدة التقليد أم أن ثمة على كل مسلم واجب عيني لا يتحقق الإيمان الجازم إلا بإتيان هذا الواجب؟ لا يمكن أن نقول إن على كل مسلم أن يكون مجتهدا في العقيدة، لا يمكن أن نقول. لماذا؟ لأن العقيدة ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى بالقطعي وهو القرآن الكريم، فينبغي على العبد أن يؤمن بقطعية القرآن الكريم. فإذا آمن بقطعية القرآن الكريم ترتب على ذلك الإيمان بما ورد فيه، وهذا أمر يوجد ينشرح له قلب المسلم مباشرة، فليس على المسلم. لكن حينما لمن لم يؤتى نصيبه من أدوات اللغة، مثلا معرفة اللغة بما فيه الكفاية، هل يصح التقليد في العقيدة هنا أم أنه ينبغي أن يتعلم انطلاقا مما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ ما نوعية العلم هنا؟ هل علم فرض عيني على كل مسلم أن يعلم العقيدة؟ نعم، علم العقيدة وهو علم أركان الإيمان هذا فرض على كل مسلم أن يعلمه، وطريق العلم إليه كما قلنا قطعي، لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى تدبر كثير، بل يكفي فيه أن يعيش الإنسان بين أبوين مسلمين يعلمانه هذه العقيدة فينعقد قلبه عليها. وهناك من علماء المسلمين ولا سيما علماء الكلام من قالوا بغير ذلك، وقالوا إن على المسلم أن يشك أولا ثم بعد ذلك يقوم بالبحث بنفسه، وهذه العقيدة عقيدة أن يشك الإنسان ثم يقوم بالبحث بنفسه، ردها الإمام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، لأنه عمل بهذا الأمر فبدأ يشك، يريد أن يصل إلى القطع في العقيدة، يهدم ما ربي عليه وما نشأ عليه، ثم ينشأ نشأة جديدة أو يكون الإيمان من نفسه، فأدى به ذلك إلى مصائب كبيرة شرحها رحمه الله في كتاب المنقذ من الضلال. فالإنسان ينبغي عليه أن لا يذهب هذا المذهب، ويفرق في البناء العقدي الذي تكونه التربية ويكونه البناء العقدي، لا سيما على هذه الأركان، أركان الإيمان الستة. وإنما ينبغي على الإنسان مثلا أن يخلص عقيدته مما يشوبها مما ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي ينبغي على المؤمن أن ينظر ما هو في كتاب الله وما ليس في كتاب الله مما ابتلي به المسلمون. طيب يعني نعم، بناء على ما تفضلت به دكتور محمد، يعني ثمة هناك خلافات حتى في فروع العقيدة بين المسلمين. إذا ما أراد أن يصل الفرد المسلم إلى العقيدة الصحيحة التي يتعبد الله بها كما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، هل ينبغي يكفي أن يتربى وسط أبوين مسلمين، أم أن ثمة شيء ما ينبغي أن يقوم به، مثلا التفكر في آيات العقيدة، مثلا معرفتها معرفة مباشرة، التماس مباشر من القرآن؟ يعني هنا ربما هناك من يقول بأن يعني التقليد ربما جائز في العقيدة، بأنه كما عقيدة والديه يأخذ العقيدة من والديه وكفى. نعم، هو إذا أخذ العقيدة من والديه كفاه، ولو أننا ألزمنا جميع الناس أو ألزمنا المسلمين قلنا لا يكفي التقليد لا جعلنا يعني لا أخرجنا كثيرا من آبائنا وأجدادنا الذين أخذوا العقيدة بالتقليد، بل أخرجنا كثير من المسلمين الذين هم اليوم أخذوا عقيدتهم عن آبائهم وعن أمهاتهم، وهذا لا يتنافى مع التدبر والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمرنا بالتدبر، فنحن لا نتدبر بمعنى أننا نشك فيما أورده الله سبحانه وتعالى ثم نحاول أن نصل إلى الحق من جديد، وإنما تدبرنا هو علمنا المبدئي بصدق ما جاء به الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نستنبط المعاني الجليلة ونستنبط ما ينبغي علينا من العمل تجاه ما آمنا به، لأن الإيمان كما يعرفه أهل العلم قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالطاعة لله سبحانه وتعالى كثرة الطاعات هي التي تزيد هذا الإيمان وتجعله متمكنا من القلب. وعلى ذلك جاء الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا. فهذا الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى يدل على أن زيادة الإيمان إنما تكمن في التدبر في العمل، والعمل هو ثمرة من ثمار هذا التدبر الذي تحدث سعادتكم عنه. نعم، العلاقة بين العقيدة والأخلاق وثمرة العقيدة العملية في أخلاق المسلم وسلوكه أريدها أن أبحثها معك، ولكن بعد العودة من فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن العقيدة الإسلامية وطبيعة العلاقة بينها وبين أخلاق المسلم. دكتور محمد، ما طبيعة العلاقة بين العقيدة وبين الأخلاق؟ دعني أصيغ السؤال بطريقة أو أصوغ السؤال بطريقة أخرى، يعني من الذي يسبق الآخر؟ هل يمكن أن تأتي العقيدة السليمة على قلب رجل فاجر، أم أن لابد أن يكون يعني أن تأتي العقيدة أولا ثم بعد ذلك تأتي الأخلاق؟ من الأخلاق يا عزيزي ما هو فطري يعرفه الناس بالفطرة وتتواطأ عليه الأمم كلها، فهذه الأخلاق التي تتواطأ عليها الأمم كلها لا تحتاج الإنسان فيها إلى عقيدة، ومن ذلك منها أن الصدق حسن، وأن الكذب قبيح، وأن البر حسن، وأن العقوق قبيح، وغير ذلك مما يعرفه كثير من الناس ومما تتواطأ عليه جميع الأمم مسلمها وكافرها. ولكن هذه الأخلاق سواء أكانت فطرية أو كانت مكتسبة مما أرشد إليه الإسلام كالأخوة بين المسلمين وكالمحبة، هذان النوعان من الأخلاق أقول الفطري والذي أرشد الله سبحانه وتعالى إليه،
هذه إنما تتزكى بالعقيدة، حينما يكون عند الإنسان معتقد صحيح فإن هذه العقيدة، فإن هذه الأخلاق تتزكى بهذا المعتقد الصحيح. فمثلا الله عز وجل وصف نفسه بالصفات العظمى وسمى نفسه بالأسماء العلى، وهذه الأسماء وهذه الصفات عبارة عن رموز لأخلاق يمكن أن يكون أو يكون المسلم على هذه الأخلاق التي هي الصفات العظمى لله سبحانه وتعالى. وطبعا نحن لا نشبه الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ولكننا نقول إن الله عز وجل حينما وصف نفسه بتلك الصفات وسمى نفسه بتلك الأسماء فإنما سمى نفسه بأعظم شيء يمكن أن يتسمى به هذا الإله العظيم. ونحن لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى رحيما ثم يكون عباده عباد الله سبحانه وتعالى غلظاء. ينبغي على عباد الله سبحانه وتعالى أن يتراحموا فيما بينهم، بما أن ربهم الذي يعبدونه رب رحيم، وبما أن ربهم الذي يعبدونه غفور، فعلى العباد أن يتغافروا فيما بينهم وأن يتصافحوا فيما بينهم. فهذه صفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه الحسنى ترشد إلى الأخلاق. ثم بعد ذلك يأتي الإيمان بالرسل. الله من أركان الإيمان كما قلنا الإيمان بالرسل، وعلى رأسهم وأعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله إنك لعلى خلق عظيم. فحينما ننظر إلى نتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتتبع أخلاقه، فإنه كلما زاد الإنسان من الإيمان، أو نقول بعبارة أخرى كلما عظمت حصيلة الإنسان من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما عظمت حصيلة الإنسان من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما زاد اتباعا له. وليس الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه وحسب، وإنما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من أخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم من الرحمة والصفح والاتباع لله سبحانه وتعالى والصدق. لكن دكتور محمد، دكتور إلى غير ذلك من الصفات النبوية. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى، معذرة دكتور محمد، يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا عبادة الله غائية، يعني في نهاية هي هدف وغاية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أيضا الأخلاق مكارم الأخلاق غاية من بعثته صلى الله عليه وسلم. ثم تتلازم بين هاتين الغائيتين هنا إذا صح التعبير. كيف يمكن تفسير هذا التلازم، يعني وجوهر العلاقة بين العقيدة ووحدانية الله وعبادة الله سبحانه وتعالى وبين كمال الأخلاق؟ حينما تكلمت عن العبادة بارك الله فيك، ويقول قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحينما ننظر في تعاليم الإسلام في أحكام الإسلام الخمسة، سواء أكانت الإيجاب أو الندب أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة، هذه الأحكام الخمسة تتعلق بعلاقة الإنسان في كل شيء في هذه الحياة. إذن علاقة الإنسان في هذه الحياة هي علاقة عبادة. فالإنسان من حين أن يستيقظ إلى حين أن ينام، وحتى في أثناء نومه، حينما مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تعار أحدكم من الليل، يعني إذا استيقظ من الليل، أحيانا تأتي الإنسان منا يقظة في وسط منامه، إذا تعار أحدكم من الليل فقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم دعا استجيب له. فالرسول صلى الله عليه وسلم العبادة تشمل وقتنا كله، حتى حينما يتعار الإنسان من نومه، أي يستيقظ من نومه فترة بسيطة. فالإنسان دائما في كل أحواله وكل أوقاته مستعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الأخلاق، حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قال أيضا والحياء شعبة من الإيمان. قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله،
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نحن ننظر أن الحياء من الأخلاق، وأن إماطة الأذى عن الطريق من الأخلاق. إذن كل هذه هي داخلة في جملة العبادة. والله عز وجل يقول في كتابه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فقول التي هي أحسن هو من الأخلاق التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها. ومعاذ بن جبل يقول: كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وضعت قدمي في الغرز، كان متجها إلى اليمن حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: حسن خلقك للناس. وننظر إلى هذا الحديث العظيم الذي في الصحيحين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم أخلاقا. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم أحاسن الناس أخلاقا فقال: الموطؤون أسنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فهذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنها عبادة. ونعلم أن كل هذه الأخلاق مما يؤجر عليه الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. ثم قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني إذا كنت إنسانا لا تستطيع أن تتصدق، ولا تستطيع أن تعمل ما تقوم الليل، ولا تستطيع أن تكثر من الصيام، تصوم النوافل، فلا تحقر من المعروف شيئا. طيب، ولو لقياك لأخيك بوجه طلق. نعم، هذه مكارم الأخلاق هي من العبادة، والعبادة كما قلنا هي لب العقيدة ومحمد الخلق. طيب دكتور محمد، هل ينبني على ذلك أنه كلما ازداد المسلم علما بالعقيدة أصولها وفروعها ازداد حسنا بالأخلاق؟ هل أستطيع أن أفهم ذلك باختصار قبل أن أبني سؤالي لاحق على جوابك؟ ليس كذلك. قد يكون الإنسان عالما ومؤلفا في العلم، ثم لا يرزقه الله سبحانه وتعالى الإيمان الذي يصدقه العمل. فالإيمان شيء في القلب عجيب أمره، شيء في القلب عجيب أمره، قد يكون عند العجائز المصليات أعظم منه عند كثير من الذين يطلبون العلم ويزاحمون الناس على العلم. نحن نستفيد من أهل العلم معرفتهم بتفاصيل الأمور وبدقائقها وبالحلال والحرام، لكن قد يكون الإيمان أعظم عند غيرهم. طيب، ثمة ظاهرة لافتة ربما تحتاج إلى تفسير. إذا ما كانت العقيدة واستحكامها في القلب لها أثر عملي وثمرات عملية على أخلاق المسلم وأفعاله وتصوراته، كيف يمكن تفسير ظاهرة بعض طلبة العلم أو بعض حتى من الدعاة وربما أحيانا العلماء ممن ترى فيهم غلظة وشدة ومحاولة إزالة المنكر بمنكر أخلاقي أشد من المنكر الذي يحاول إزالته نفسه، بينما تجد أناسا آخرين أقل إيمانا بل ربما ليسوا مؤمنين لكنهم يتفوقون على طلبة العلم أو الدعاة هؤلاء بحسن الأخلاق، هل ثمة تفسير شرعي لهذه الظاهرة؟ التفسير الشرعي هو ما قاله الله سبحانه وتعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فإذا نسي المسلم نسي العبد، الله عز وجل يقول: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فحينما ينسى المؤمن حظا مما ذكر به فإنه تكون هذه العداوة والبغضاء نتيجة تلقائية. والحقيقة أن عبادة من العبادات العظيمة، عبادة من العبادات العظيمة نسيها كثير من الناس أو لم يضعوها في أولوياتهم. وهذه العبادة هي عبادة المحبة. عبادة المحبة من أعظم العبادات. دكتور محمد، يعني أنا آسف لمقاطعتك، لكن يعني قبل الحديث عن عبادة المحبة، يعني عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعث وجاء إلى الصحابة أحدث هذه العقيدة، أحدثت ثورة في أخلاق الصحابة وتصوراتهم وأفعالهم على الأرض. إذا ما رأينا عالما أو داعية أو طالب علم تمتع بهذه الأخلاق وكان غليظا شديدا على إخوانه مثلا، هذا فقط لكي نزيل الإشكالية.
هل يمكن القول إن ثمة خللا في عقيدة هذا العالم أو الداعية أو طالب العلم؟ لا شك أن هذا نسي حظا مما ذكر به. لا يبتعد عن مكارم الأخلاق، لا يبتعد عن مكارم الأخلاق إلا من نسي حظا مما ذكر به. يكثر هذا الحظ ويقل، يكثر هذا الحظ ويقل عند البعض أو عند الجميع، يعني يكثر عندنا ويقل عندنا في أشياء ربما تكون نسيناها نحن. أحدثك عن نفسي، والنسيان ليس النسيان الذهني بمعنى أنك تنساها في ذاكرتك، لا تكون مرصودة في ذاكرتك، ولكنك تنساها بأن تجعلها أولوية في عباداتك وتضعها موضعها الصحيح في عباداتك. هذا الذي أخبر الله سبحانه وتعالى حينما قال: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، حينما أثرت العقيدة على أخلاقهم، لأنهم لن ينسوا حظا مما ذكروا به. وكلما نسي منهم أحد حظا مما ذكروا به وتأخر في جانب معين، الصحابة رضي الله عنهم وتابعين ليسوا على درجة واحدة من الأخلاق وليسوا على فكلما نجد أن كلما كمل إيمان الواحد منهم كان أكمل من غيره، كان أكثر التزاما كثير من هذه الأخلاق التي تكلمت عنها. فذكر ما ذكر به العباد هذا هو الذي يجعلهم يتمتعون أو يعملون بكامل ما آتاهم الله سبحانه وتعالى. وسوء الخلق، سوء الأخلاق، معصية من ضمن المعاصي. تجد إنسانا حسن الخلق رزقه الله سبحانه وتعالى عبادة معينة في حسن الخلق، ثم حرمه طاعة معينة أخرى أو ابتلاه بمعصية أخرى. فهكذا ينبغي أن نزن الناس ولا نعلقها بكونه داعية أو ليس بداعية. نسيان ما ذكر به الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتحاب، تعرف سعادتكم في قواعد اللغة العربية أن نتحاب، تحاببتم، تفاعلتم، فهي عمل يجريه كل إنسان من تلقاء نفسه. فأحد كل يبذل من نفسه ما يجعل الناس يحبونه، يجعل الآخرين يحبونه، فقال أفشوا السلام بينكم. فأقول أنا إن عقيدة عبادة المحبة، عبادة المحبة لعلها جزء من العبادات التي ابتلانا الله سبحانه وتعالى في عصرنا الحاضر بنسيانها. وإلا فإن الله عز وجل يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فحينما نجد أن المؤمنين لا يتوالى بعضهم مع بعض وإنما يتعادون، يعادي بعضهم بعضا، نعلم أنهم ليسوا مؤمنين حقا. نعم. أن هناك من درجات من الإيمان قد قصروا بها. تحدثت عن علاقة العقيدة بسلوك الفرد كثيرا دكتور، لكن ماذا عن العلاقة بين العقيدة والمجتمع؟ يعني ما الهيئة والشكل الذي يجب أن يكون عليه المجتمع إذا ما سرت فيه العقيدة الإسلامية؟ أولا، إذا ما سرت العقيدة الإسلامية في المجتمع فإنه يتحقق له وعد الله سبحانه وتعالى. ووعد الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول فيه عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأخبر عز وجل أن تمحيض العبادة لله سبحانه وتعالى، تمحيض العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا مطلب طلبه الله من العباد. فإذا فعلوه حقق لهم هذه الوعود التي يتمنونها، وهي التمكين في الأرض وتمكين الدين والأمن بعد الخوف. فهذا أعظم ما أعظم الثمار التي سوف تصل للمجتمع حينما يلتزم بالعقيدة. وللأسف فإن المجتمعات المسلمة بحثت عن هذه الأمور ولكنها لم تبحث عنها، لا تبحث عنها الآن عن طريق العقيدة. الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الآن البحث عن النصر مقدمته أو البداية التي ينبغي أن تكون له
هي في تحقيق الإيمان بالله، في أن يدعو بعضنا بعضا. هذا ما نريد أن نبحثه معك دكتور محمد لو أذنت لي، ولكن بعد العودة من الفصل الأخير سنخصص الحديث عن واقع المسلمين ومدى علاقة هذا الواقع بطبيعة العقيدة التي يحملونها، ولكن نكمل هذا الحديث بعد العودة من فاصل أخير. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم عن العقيدة وأثرها في الفرد والمجتمع، ودائما مع الدكتور محمد السعيدي أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى. أجدد الترحيب بكم دكتور. في سياق توصيف حالة وواقع العالم الإسلامي وما تشاهده من تردي الأوضاع ربما الأخلاقية وتردي الواقع والعلاقات البينية والخلافات الشديدة وانتشار المفاسد وحتى الهزيمة النفسية وربما المادية مع الأمم الأخرى، ما علاقة ما يحصل للعالم الإسلامي بعقيدة المسلمين بعدا أو قربا من هذه العقيدة؟ بارك الله فيك. يبدو لي يا أخي الكريم أن للمسلمين قدرا يخصهم عند الله سبحانه وتعالى، ولا نتألى على الله عز وجل، ولكننا نستنبط ذلك أو نستفيده من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى ابتعث هذه الأمة لهداية العالم وجعل عزها مقتصرا أو جعل عزها مشروطا بأن تكون قدوة وأن تكون محلا لهداية العالم قبل قيادته عمرانيا وغيره، وإنما تكون أولا محلا لهداية العالم. ولذلك قال عمر وعثمان، أيضا عثمان بن عفان، هذا الأثر مروي عن هذين الصحابيين جميعا أو معا، قولهما نحن قوم أعزنا الله بالقرآن، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فهذا قدر استنبط الصحابة رضي الله عنهم، أو استنبط هذان الصحابيان رضي الله عنهما، أنه قدر الأمة الإسلامية. وهذا القدر تعبر عنه سورة العصر التي قال عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلى الناس إلا هذه السورة لكفتهم. فتقول سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان جملة الأصل فيه الخسر إلا بأربعة أمور، حينما يأتي هذه الأربعة الأمور فإنه يؤول إلى ربح وإلى مكسب وليس إلى خسر. أولها الإيمان وعمل الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وثالثها ورابعها التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الإيمان هنا مقصود فيه الإيمان الإجمالي أم الإيمان التفصيلي؟ كلاهما الإيمان الإجمالي والإيمان الذي يصدقه العمل. طيب معذرة دكتور، يعني هل أفهم من كلامك أن الأمة بما تعيشه من واقع مزر الآن تحتاج إلى تصحيح عقدي أم إلى تصحيح مفاهيمي وفي التصورات؟ هي هنا المفاهيم والتصورات، مفاهيم عن ماذا؟ مفاهيم عن الكون والحياة، وتصورات عن الكون والحياة. المفاهيم والتصورات عن الكون والحياة أبلغها هي ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية، تصوراتهم عن الله، تصوراتهم عن الخير الشر، مآل الخير الشر. الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. ما المقصود بالحياة الطيبة؟ بعض المفسرين قالوا الحياة الطيبة هي في الآخرة. لا، الحقيقة الحياة الطيبة هي في الدنيا. الحياة الطيبة في الدنيا، نحيينه حياة طيبة. أو نقول يعني كما يقول الأصوليون الأصل الإطلاق، حينما يأتي الإطلاق فالحياة الطيبة في الدارين، الدار الدنيا والدار الآخرة.
نحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالإيمان يؤدي إلى الحياة الطيبة، والإيمان الذي يصدقه العمل، الإيمان المؤمن الذي يقول أنا مؤمن ولا يصلي ولا يصوم ويخون ويغدر ويكفر أخاه المسلم كما هو حاصل للأسف بين المسلمين الذين الآن يتصدون للجهاد. نجد أن المؤمنين الذين يتصدون للجهاد يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، بل ربما نقول إن من يقتله المسلمون من المسلمين ربما كانوا يعدلون أو يفوقون من يقتلهم أعداؤهم منهم. فهذا لم يتحقق فيه الإيمان، لذلك لا يحيا حياة طيبة. دكتور أريد أن أستفيد أن أفيد من تخصصك ومن خبرتك العملية، وأنت سافرت كثيرا إلى بلاد كثيرة وخبرت الشارع الإسلامي في أكثر من بقعة جغرافية، استنادا إلى واقع المسلمين وأفعالهم وتصوراتهم وما يفعلونه في حياتهم اليومية، ما مدى تحقق العقيدة أو الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى في سلوك المسلمين وأفعالهم وتصوراتهم وكلامهم وأخلاقهم اليوم؟ الحقيقة للأسف أقول إن هذا التحقق ضعيف، لأن الإيمان يصدقه العمل كما قال العلماء، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أو إيمان بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فحينما لا يصدق العمل، حينما لا يصدق العمل ما يقوله اللسان، فليس هناك مكنون حقيقي في القلب. وإلا من لذلك نجد أن المسلمين في الحقيقة في كثير من الأمور ويعني لم يتحقق فيهم أثر الإيمان، في كثير من الأمور لم يتحقق فيهم أثر الإيمان. وحينما يتحقق أثر الإيمان أعتقد أنهم سيصلون إلى فلاح. طيب. ولذلك لا نجد مثلا أبسط الأمور التي تتضح جلية السواد والشفقة بين المؤمنين وبين بعضهم. طيب دكتور، يعني أشرت إلى نقاط مهمة، لكن عود على بدأ يعني جنابك ذكرت بأنه يكفي للمسلم حتى يحمل عقيدة التوحيد والإيمان أن يربو أن 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 يترعرع في وسط أبوين مسلمين. كيف يمكن تحليل هذا اللبس الذي قد يتبادر إلى أذهان المشاهدين من أن المسلمون تربوا وترعرعوا في بيوت أبواها مسلمان، ومع ذلك ترى ضعفا في العقيدة انعكس وأثمر ضعفا في الأخلاق وفي التصرفات والأفعال والتصورات، كيف يمكن حلت هذا اللبس؟ العقيدة يا أخي الكريم مثل الشجرة التي إن لم تسقى بالتربية الإيمانية تتساقط ثمارها وتتساقط أوراقها وتذبل وتصبح شجرة شيخة لا خير فيها، لا تصلح للاحتطاب، حتى للاحتطاب لا تصلح، تجد أن داخلها سوس. فحينما نريد للإيمان الذي تولده أو يولده الوجود بين أبوين مسلمين أن يكون إيمانا صحيحا فاعلا، فلا بد من وجود التربية الإيمانية، لا بد من وجود الدعوة الحقيقية التي توجد أو التي تغمر الشارع وتغمر المجتمع. الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله أعظم الدعوة إلى الله هي الدعوة بالقدوة الحسنة. حينما ينشأ الشاب أو ينشأ الطفل ويجد أن الشارع الذي هو فيه يتخلق بأخلاق سيئة، يتعاطى كل سوء وكل خبث، فإن جدوى الإيمان فيه تضعف. طيب. جدوى الإيمان فيه دكتور محمد يعني جنابك تفضلت وقلت بأنه ينبغي الدعوة إلى الله. نحن الآن في واقع ينتشر بين المسلمين آلاف بل عشرات آلاف الدعاة ووسائل الإعلام ووسائل الدعوة المتنوعة، ومع ذلك هناك ضعف. هل الخلل في المحتوى الذي يقدم من قبل العلماء والدعاة أم الخلل في المتلقي؟ يعني كيف يمكن الإفادة من قوة العقيدة الإسلامية بما ينعكس إيجابا على ترقية تصورات المسلمين وأفعالهم وأخلاقهم؟ الحقيقة أن الدعوة الآن منتشرة كثيرة عبر فضائيات وعبر غيرها، ولكن نجد أن هناك في هذا العصر الحديث للأسف، كما أن هذه الفضائيات وكما أن الإنترنت وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي تحمل الكثير من الدعوة، فإنها تحمل الكثير
من مثبطات الإيمان، لأنها تحمل أيضا الدعوة إلى المعصية بشكل أكبر. الدعوة إلى مخالفة إلى معصية الله هي الأكبر وأكثر تأثيرا للأسف، لأنها دعوة للشهوات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حفتي الجنة بالمكاره وحفتي النار بالشهوات. الدعوة إلى الشهوات أكثر، ولذلك يضعف أثر ما نشاهده الآن من دعوة في الفضائيات وفي. فالإنسان يعمل العمل السيء، العمل المنكر، فينكت في قلبه نكتة، ولا تزال هذه النكتة تعظم حتى يسود قلبه فيصبح كالكوز مجخيا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يصبح قلبا غليظا لكثرة ما يرد على عينه ويرد على سمعه ويقابل ويفعل من هذه الدعوة إلى المنكرات التي تستجيب إليها للأسف قلوب المسلمين. نعم دكتور محمد، يعني أدركنا الوقت وللحديث بقية في ختام هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد سعيدي، أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى، تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام، إلى اللقاء.